اللي ملتفة حول المشروع هذا وقائمة بحركية كبيرة لحث أصحاب القرار السياسي لمؤازرة المشروع هذا ولا الحلم هذا، وكذلك لتوصيل صوت صفاقس كولاية صفاقس للبلدان اللي إن شاء الله باش تكون هي اللي باش تنتخب، كل صفاقس راهي بمجتمع المدني نتاعها بشبابها بكهولها بشيوخها وكل الناس الكل ملتفة حول المشروع هذا وتحب إن شاء الله يكون موجود في صفاقس. باهي تشوفوا السهريه نتاع 11 جويليه هو يعتبر حدث عالمي، خاصه انه مش يجلب الانظار نتاع الجهات والدول اللي باش تشارك في التصويت نتاع الالعاب هذه. والله هو التظاهره هذه هي في اطار معناتها اولا اظهار كونوا الشعب الكل ومتساكني الجهه الكل هذه معناتها متحمسين لاقامه التظاهره هذه في صفاقس، معناتها هذا اهم نقطه في التظاهرة هذه، معناتها الهدف الكبير في التظاهرة هذه، واللي إن شاء الله باش يكون مقتطفات منه مش تكون في السي دي التسويقي اللي مش يكون باش يتوزع على جميع الرجال الأولمبية، واللي من شأنه أن يعطي نظرة أكثر ويعطي صورة أكثر على حماس الجهة لاحتضان التظاهرة هذه، خاصة مع العلم كونه كما قلنا احنا نقطة من النقاط الإيجابية والنقطة المهمة في واللي عندها أهمية كبيرة في اختيار البلد المنظم هو التفاف المجتمع المدني حول هذا المشروع. المعروفة اللي سندت ملف صفاقس 2021 منذ البداية، فما إن شاء الله تظاهرة كبيرة نهار 11 جويلية، شنو رأيك وكيف تشوف حظوظ صفاقس 2021 في احتضان الألعاب المتوسطية إن شاء الله؟ ولأن التظاهرة نتاع 11 جويلية مهمة برشا على خاطر منظمها المجتمع المدني، والتنظيم نتاع المجتمع المدني للتظاهرة كيما هكا يبرز أهمية أنه التظاهرة هذه شعبية جاية من حب الشعب لأنه تتحقق الحلم هذايا في أنه صفاقس 21 تصير فيها الألعاب المتوسطية، عكس ممكن الكام تاع الجزائر اللي الدولة مسخرة أموال طائلة وعاملة متركاج دبلوماتيك كبير وعاملة متركاج بوليتيك كبير باش تتحقق الحلم هذايا نتاعهم هما زادة. دونك ثم دو دوسي، ثم بلاد فيها شبابها راغب وناسها راغبة، ثم بلاد أخرى عندها قوة فلوس وعندها دولة تحب توري إنجازات سياسية. فأنا غيانك هالمقارنة البسيطة هذية حسب رأيي تعطي حظوظ كبيرة ياسر للجهة متاعنا باش تكون موجودة. نحب نقول حاجة مهمة برشا، أنه أنا قاعد نتابع في الملف من جهة الشباب الناشط وكنت موجود في الاعتصام اللي صار قدام البلدية وكنت موجود على الفيسبوك وكانت الفكرة متاع الشعار خرجت في سهرية مع الأولاد مع بعضنا في فيسبوك، وأيضا حاضر في الجانب الرسمي من خلال متابعتي مع اللجنة الوطنية الأولمبية كل التحركات اللي صايرة في الوزارات واللي صايرة في الهيئات العليا اتسيتيرا. الحقيقة نشوف من هنا ثم نشاط كبير ومن هنا ثم نشاط كبير، ممكن لنقص شوية أنه العباد اللي قاعدة تخدم في المستوى الرسمي أنها تعلم أكثر وإلا تعلن أكثر على شنو قاعدة تعمل، لكن هم اللي هين يخدموا طرح كبير طرح سخون ممكن يزبنا نعطيهم شوية وقت. وبيناتنا أنا أقول اليوم هدفي أنا كتونسي وكاسفيخسي هو هاللمة هذية أوتور دان بروجي بعد تسهيل من ربي خذيناها ما خذيناهاش هذيك حكاية أخرى تو نحكي فيها بعد 27 أوت، لكن اليوم تحرك المجتمع المدني يعني تدونك في صفاقس ممكن مدة عام ما كناش نشوفوا الحركية هذه متاع المجتمع المدني. أهم من المجتمع المدني كهو أنه المجتمع المدني أجبر حتى السلطة الرسمية أنها تعمل ليفور نيسيسير باش تحسن الوضعية، وأجبر أنه العباد تتحرك باش تقول احنا زادة موجودين مع صفاقس والكل موجودين. دايرتو تشوف في نهار السهرية متاع 11 جوان بديت كما قلت لك في سهرية فيسبوك، دخلت انا على الفيسبوك قلت يا جماعه جيبوا لي ترخيص باش نعلق الشعار نتاع الالعاب على السور تو انا نتكفل به. دخلت جمعيه صفاقس تحلم قالت لا ما تكفلش به انت احنا نتكفلوا به وهاو باش نجيبوا جمعيات اخرى. دخلت وراها البلديه، دخلت وراها اللجنه الاولمبيه، اليوم كنا في لقاء مع وزير الخارجيه، وزاره الخارجيه مسانده وتدعو للسفراء، مشينا في لقاء مع المستشارين نتاع السيد رئيس الجمهوريه مساندين ويدعو كافه اعضاء الحكومه انهم يكونوا حاضرين خاصه اعضاء الحكومه اصيلي جهه صفاقس، دونك سلمى اللومي وسليم شاكر والى اخره الى اخره. فاليوم من تظاهره بديت حلم على الفيسبوك من شباب جهه
تولي توصل اليوم إلى تظاهرة كبيرة فيها سفراء فيها حكومة فيها دعم شعبي ودعم من الدولة. أنا أعتقد أنه غير كسا نجحنا والحمد لله. تو نجمو نحكيو على الظروف السياسيه اللي تعيشها البلاد التونسيه الفتره الاخيره، ما تشوفش عند عتي دور في تنظيم الصفاقس للالعاب المتوسطيه 2021 ممكن عند ديزيفي نيجاتيف يعني على الملف الصفاقس؟ شوف الارهاب مش كان في تونس، الارهاب للاسف موجود في كل بلاصه وخاصه في جارتينا اللي موجودين، وما تنساش انه نهارين التالي وربي يحمي حتى الجزائر مش كان تونس، حتى الجزائر كان فيها عمليه ارهابيه، معناتها حتى دولة من دول الربيع العربي والمغرب العربي والمشرق العربي ما هي بعيدة على الإرهاب. دونك الكلام هذا كلام فارغ. ونهار ضربة الطيارات في 11 سبتمبر ما منعش العباد أنها تنظم حكايات في أمريكا ولا أنها تمشي لأمريكا، ونهار تدي ضربة بريطانيا ما منعش العباد أنها تعمل ألعاب أولمبية في, في, في بريطانيا. الهدف أنه يكونوا العباد الكل ملمومين ومتفائلين، خاطر انا اللي لاحظته الحقيقه وهذا هو اللي ممكن يقلقني شويه. ثم شويه قدام التفاؤل نتاع الشباب وقدام التفاؤل نتاع ناس قاعده تجري وتخدم ليل ونهار، وانا ناكد لك قاعد نشوف فيهم مسؤولين وشباب يخدموا ليل ونهار باش كل واحد من موقعه باش يتحقق الحلم هذا، تلقى ناس اخرين يقول لك لا وحكايه فارغه وما عندناش حظوظ، والاخرين حطوا 4 مليار دولار. يا ودي ما عندناش 4 مليار دولار نحن، لكن عندنا القليب. من بعد كما قلت لك الهدف في الاخر جبنا ما جبناش مش هذاك اهم حاجه، انهارت اللي تاخذها الجزائر نفرحوا لها ونوقفوا معها في التنظيم ونطلبوا منها بكل لطف انه نهار تاخذها صفاقس برجوليه وهراني يلزمها تفرح لنا وتقف معنا على خاطر حاجتنا بوخانه الجزائريه زاد باش يكونوا معنا في التنظيم.